خمسة سياسيين في تونس كان ممكن أنهم يوصلوا إلى السلطة ولأعلى المراتب في الدولة، لكنهم ارتكبوا أخطاء قاتلة وعاقبهم الشعب التونسي على ذلك. هذا اللي باش نعرفوه في فيديو اليوم. لا تنسى الاشتراك في القناة لدعمنا. الشخصية الأولى هي أحمد النجيب الشابي، رغم الماضي النضالي متاعو ورغم أنه كان معارض شديد لنظام بن علي والمشاكل اللي عملها في قمة المعلومات في 2009 والإضراب الجوع اللي خاضه، والمعارضة متاعو وقت اللي كانت أكبر لحية متخبية في بريطانيا، إلى أنه أحمد نجيب الشابي ارتكب خطأ فظيع وهو الدفاع عن قناة نسمة والدفاع عن فيلم بيرسيبوليس المسيء للذات الإلهية. هذا الدفاع خلاه يخسر كثير من الرصيد متاعه وخلى الشعب التونسي يعاقبه على ذلك. ومن سخرية القدر أنه الآن قناة نسمة ونبيل القروي متحالفين مع النهضة وهو تقريبا غائب على المشهد السياسي. في سبيل انه يولي رئيس الى تونس، محمد المنصف المرزوقي اختار انه يضحي بكل شيء، ضحى بالحزب نتاعو المؤتمر من اجل الجمهورية اللي تفجر بعد الخيار هذايا، ضحى بعلاقته بالرفاق نتاعو في النضال كما ام زياد وكما الحامدي، كما انه ضحى بصلاحيات رئيس الجمهورية وتقريبا تضع في قرطاج وقعد على الكرسي بدون صلاحيات. الشيء هذا اللي مخليه بدون تأثير وبدون أي وزن سياسي. الخيار هذا خلى الشعب التونسي عاقب المنصف المرزوقي وما عادش يصوت له في حتى انتخابات أخرى، رغم الكاريزما متاعو والثقافة متاعو، إلى أنه محسن مرزوق ارتكب خطأ سياسي قاتل وهو الدخول إلى حزب نداء تونس والترويج إلى التوافق مع حركة النهضة. الناس الكل نتفكروا خطابات المحسن مرزوق اللي كانت تروج للعلاقة بين الحزب حزب الدستوري وبين الإسلام الزيتوني المعتدل على حسب تعبيره. الشيء هذا خليه يتعاقب من زوز أطراف، تعاقب من الدستوريين اللي داخل الحزب اللي ما قبلوش هذا الخطاب، كما أنه تعاقب من الباجي قايد السبسي اللي فهم اللعبة وفهم أنه محسن مرزوق قاعد يستغل في صورة وفي كاريزما الباجي قايد السبسي باش يحقق مكتسبات سياسية. الخيار هذا خليه يفقد من الرصيد متاعه خصوصا بين القوى الديمقراطية والقوى اليسارية، وخلى الشعب التونسي يعاقبه أكثر وما عادش يثق في الخطاب متاعه السياسي، وتقريبا هو الآن موجود فقط كظهور إعلامي في بعض المحطات وبعض الراديوات باش يعطي رأيه في القضايا اللي قاعدة تصير في تونس، لكن سياسيا ما عاش عنده حتى وزن. رغم الحنكة السياسية متاعه والكاريزما، إلى أنه الطيب البكوش ارتكب خطأ سياسي كبير وهو الدخول في حكومة النهضة في منصب وزير الخارجية بدون أدنى خبرة وبدون أي فكرة عن الدبلوماسية. الخيار هذا الناس الكل نتفكروا تصريحه حول الفيزا متاع تركيا، وقال أنه تركيا تستحق فيزا بالرغم من أنه الشعب التونسي الكل يعلم أنه تركيا من غير فيزا. تصريح مثل هذا وكثير من التصريحات الأخرى خلى الطيب البكوش يفقد من الرصيد متاعه وتقريبا يغيب على الساحة السياسية، بالرغم إلى أنه ممكن إذا اختار مسار آخر ولا خيارات أخرى ممكن كنا نجم نشوفوه الآن مكافئ أو موازن لعبير موسي في المعارضة، هذا إذا كانش يخدم معها في الحزب الدستوري الحر. الأداء متاعه اللي كان تقريبا مقبول في منصب رئيس للحكومة، والناس الكل نتفكروا الحملة اللي خاضها يوسف الشاهد على الفساد وبناتها سجن شفيق جرية والتهديد بمحاربة كل الفاسدين في تونس، خلى يوسف الشاهد يكتسب شعبية عند التونسيين. لكن الخيار متاعه في الانقلاب على الرئيس الباجي قايد السبسي والتحالف مع راشد الغنوشي كانت هي الطعنة القاتلة للمستقبل السياسي ليوسف الشاهد. الخطأ هذا كلفوا كثيرا من الرصيد متاعه خصوصا للقوى المعارضة لحركة النهضة، وخلى الشعب التونسي يفقد الثقة فيه ويعاقبه في الانتخابات. إذا عجبكم الفيديو اليوم ما ننسوش الاشتراك في القناة لدعمنا، وشكرا.